طيب يعني كولر طبعا قال تصريحات كتيره جدا، عرضنا لحضراتكم جزء منها، لكن في كام حاجه ممكن نقف عندها سريعا برضو. قصه ان احنا حققنا نتيجه ايجابيه الى حد ما، الصراحه في التصريحات كمان انا بحترمها جدا، يعني بحترمها وبحترم المدير الفني بيكون عنده صراحه في التصريح بتاعه، لان مش كل المديرين الفنيين كده على فكره. في ناس كتير بتطلع تقول لك لا احنا كنا كويسين جدا، لا ما كانش في حد مقصر، ويبتدي يعلقوا يعني الاخطاء او النتيجه على مثلا حاجات خارجيه زي التحكيم او الارض او الجو او حاجات زي كده او الجماهير. لكن احنا فعلا هنقول النتيجه هي اللي ايجابيه، لكن الى حد ما الاداء ليس الافضل، قلناه اكتر من مره. قصه كمان التدوير اللي ركز عليها كولر اعتقد نقطه كلنا لمسناها، كلنا اتكلمنا عنها، وكل مره اعتقد في كل تصريح بياكد عليها، وهي دي النقطه اللي خلت عندنا لما جينا اتكلمنا انت دلوقتي كنادي اهلي ما بقتش تشعر بغيابات، لان فعلا فكره التدوير ويبقى عندك سكواد واثنين في نفس المستوى، بقى عندك اكتر من لاعب في نفس المركز، الكلام ده كله كلام محترم جدا. يمكن بس حراسه المرمى لما حد كمان تحديدا اتكلمنا امبارح على منتخب مصر، قلنا احنا محتاجين اكتر من حارس مرمى زي مستوى الشناوي، لان محدش ضامن طبعا، يعني ممكن اي اصابه ممكن اي ظرف يحصل، فاكيد كمنتخب هنا بقى مش كاهلي احنا انت محتاج اكيد حارس مرمى في نفس المستوى. فتصريحات محترمه. محمد الشناوي كمان كان ليه تصريحات مش بعيده ابدا عن تصريحات كولر، هو برضو اتكلم عن ان احنا قدمنا مباراه يعني ايجابيه لكن الى حد ما. خلينا نتابع. اكيد طبعا هيبقى نفس الكلام الكوتش قاله، طبعا احنا المباراه الاولانيه طبعا احنا رجعنا بنتيجه بالنسبه لنا ايجابيه، وهو بالنسبه لنا شوط اولين، احنا عندنا شوط الثاني دلوقتي هنا في مصر في وسط جمهورنا في وسط ملعبنا. احنا عارفين المباراه صعبه، بس احنا في الاول وفي الاخر احنا مستعدين بشكل كويس جدا للمباراه، وان شاء الله يعني نتاهل بكره ان شاء الله. ثبات ان الفرقه اللي موجوده، يعني مش انا لوحدي اللي ببقى موجود بتكلم مع الفرقه، احنا ماشيين بقالنا سنه سيستم معين مع الكوتش، يعني احنا كلنا بنتكلم مع بعض، حتى الجهاز الفني بيبقى موجود معانا وبيتكلم معانا، احنا بنشتغل بس وبنفكر بس في الماتش اللي جاي عندنا، ما بنفكرش في الماتش اللي بعديه. ده الفتره اللي فاتت احنا بنتكلم فيها يعني على طول. اللعيبه اللي موجوده عارفه اهميه البطوله، وعارفه ان دي اول مره تتلعب في افريقيا، وعارفه اهميه البطوله، وعارفه اهميه المباراه، وعارفه ان احنا بنلعب في وسط جمهورنا، وعارفين الكلام ده كويس. احنا الفتره اللي فاتت ما بنتكلمش كتير، عشان خلاص احنا بقالنا سنه مع بعض مع الكوتش، وعارفين السيستم ماشي ازاي، وكل واحد عارف شغله، كل واحد عارف هو بيعمل ايه، وبرده يعني اللعيبه عارفه اهميه المباراه يعني.